اخوه المغاربه، بغيتكم بدايه تنضموا مع الاخوان في الجزائر ومع الدوله الجزائريه مع النظام الجزائري، حيت هو اللي عاجز عن فعل اي شيء. الوغ اللي وقع هو انه خرج واحد الامين عام رئيس ديال الحزب في فرنسا، وحنا كنعرفوا انه الجزائر كطالب بالذاكره ديالها، من حقها الذاكره، 132 عام ديال الاستعمار الفرنسي، من حقها تاخذ ديك الوراق ديالها وتاخذ السلام ديال الامير عبد القادر وتاخذ السيف والعمامه والسروال وبطبيعه الحال كاع داك الشيء اللي بقى عند فرنسا. غير هو خرج اريك سيوتي، هانتوما كما كتشوفوا دابا في كومونتير، وحنا عارفين الجزائر ما تقدرش تقطع العلاقات مع فرنسا بالرغم من هادشي اللي قال سيوتي. قال لهم اللي بغى ياخذ كلشي، بغيتو الذاكره ديو حتى داكشي اللي عندنا الاخر كلانديستان وبلا اوراق وكلشي. قال لهم الحراقه وكاع اللي بلا اوراق والمجرمين وكلهم ديهم كاع لفرنسا ولا ما غنعطيوكم والو. داكشي علاش كيما قلت لكم عارفين بانه الدوله الجزائريه ما تقدر دير والو، ما تقدر لا تسحب سفير لا دير شي حاجه، وحنا غنضامنوا معها بطبيعه الحال. المسلم هو اللي يكون مع خو المسلم في هذه المحنه هذه.